صباح الخير يا مولاتي، أمشمش كيف الحال؟ تمام، يحدث الآن مشمش وجدت نفسها على قيد الحياة، جيها إشارات متدرجة من جميع الاتجاهات، داير ما يدور في وسط دائرة إلى ما لا نهاية، جيها إشارات أن بوم 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 بيتحرك، فبالتالي بعت لك إشارة المتحرك بعد كثابت، يعني بعت لك إشارة عن حركته، فنكشتك في حتة حسستك بوجودك. فين موجودة أنت اليوم؟ موجودة الثابت اللي فوق ولا الثابت اللي تحت، ولا موجودة في المتحرك الوحيد على قيد الحياة اللي في المشهد المادي؟ ليش؟ لأنه إذا كان أنت موجودة في الثابت ثابت ميت، إذا أنت موجودة في المتحرك، المتحرك حي، المتحرك مين اللي بيحركه؟ الثابت مين اللي موته؟ تجاوبي على السؤال الحقيقي، من الفاعل؟ سواء في الحركة في الحياة، سواء في الثبات والموت، يحيي ويميت، من؟ رايت؟ صباح الخير يا مولاي.